أهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين. في هذه الفقرة رح نتحدث عن إنجاز قامت به الطالبة ولاء عبد الهادي. حصلت على شهادة الشامل، وإحنا حكينا بمقدمة البرنامج أنه الحصول على شهادة الشامل بالنسبة لكثير من الطلاب والأهالي موضوع عادي، ولكن بالنسبة لولاء فهو كان بالنسبة إلها بمثابة تحدي. ولاء من الطالبات اللي عنده متلازمة داون، يعني أنجزت هذا الإنجاز، وهي يعني نادرا جدا ما يوصلوا لهذه المرحلة الأكاديمية وحصولهم على شهادة عليا مثل شهادة الشامل، وهي هلا عم تطمح للمزيد. يسرنا اليوم أن نستضيفها ولاء عبد الهادي اللي حصلت على هاي الشهادة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا ولاء، وألف ألف ألف مبروك إن شاء الله، منها للأحسن منها يا رب. والست هناء والدة ولاء، أهلا وسهلا فيك يا هناء، وما شاء الله عليكم، يعني أنا فخورة فيكم كأهل مبدئيا. أنتوا أكيد اللي قدمتوا كثيرا للبنت لولاء، واعطيتوها كثير من الأمل والدفعات المعنوية. الحمد لله. كمان معانا دكتورة هناء الشلختي، أهلا وسهلا فيكي. هبة، وهبة يعني رح نستعين فيها حتى خلينا نقول تقيم لنا قديه ممكن بالفعل أصحاب متلازمة داون إنهم يتفوقوا ويكون فيهم إيمان دائم بأنهم يستطيعوا تحقيق المزيد من التميز الأكاديمي. فأهلا وسهلا فيك دكتورة هبة. أهلا فيك. بداية أنا بدي أبلش، تسمحوا لي مع ولاء صاحبة الإنجاز. ولاء يعني بالنسبة إليك بجوز أنت بتعرفي من أصدقائك من الناس أكثر من حدا بجوز عنده متلازمة داون، بتعرفي من الطلاب اللي عندهم هذه المتلازمة؟ عندي صاحبتي مدرسة عائشة اسمها حنين. إنه بأي صف هي؟ هي كانت توجيهي أدي. وكانت إنه ما بتعرف تحكي، إحنا بنوصل بإشارات ومعلومات. أوكي. لا هي كانت مش متلازمة داون، هي كانت من الصم والبكم. يعني قديه بتحسي إنه المجتمع اللي حواليكي استغربوا ولا فرحوا لما اخذتي انت الشامل، لما يعني نجحتي بالشامل استغربوا فرحوا، يعني شو كانت مشاعر الناس اللي حواليكي، اهلك اصدقائك الطلاب اللي بالمدرسه؟ كانوا مستغربين، وكمان انه فرحوا لي اكيد عشان انه نجحت امتحان الشامل. بس اكثر شيء حسيت انه بالفرح بابا وماما حبيباتي ودكتوره هبه، وبحب اني اشكر تلفزيون اردني وحضرتك لاستضافتنا. فتنا احنا والله اللي بنشكرك يا ولاء، يعني انا بدي اشكرك على الجهد اللي عملتيه، على وانا متاكده انه راح تعمل انجاز اكبر يعني بذكاء ولاء ولمحيتها. انا متاكده رح نسالها عن تفاصيل كيف قدمت شامل وهيك، بس انا حابه كمان اسال الست هناء. ست هناء دائما بنحكي انه الشعله الاولى التي توقد في داخل اي طفل او طفله عندهم حاله خاصه خصوصا بجوز متلازمه داون يوقدها الاهل، ما في ابدا مثل الاهل كداعم لاولادهم في هاي الحالات. كيف بلشتوا تتعاملوا مع طفولتها وبعدين تشجيعها للمدرسه وتشجيعها على الدراسه وكل هذه التفاصيل؟ والله اولا انا بحب اشكركم واشكر التلفزيون الاردني واشكر حضرتك لاستضافتنا. اهلا وسهلا. وبالاول يعني طبعا كاي يعني اعاقه يعتبر هي اعاقه او حاله متلازمة. طبعا بالاول ضايقنا شوي، بعدين خلص يعني ايقنت انه هاي حكمه من رب العالمين. ومشيت على اساسها يعني، وقلت خلص اني انا ان شاء الله اني شو ما بقدر اعملها راح اعملها ان شاء الله. ويعني كنت حاطه قدام عيني اني انا لازم اطلع خطيتها من رقبتي يعني. تمام. والحمد لله الحمد لله يعني قدرت، تحديت، رحت على مدارس كثير يعني مدارس عاديه زيها زي اخوانها عادي. والحمد لله مع انه يعني كان في صعوبات، يعني يذكر انه كثير من المدارس رفضت. في كثير يعني كثير كثير مدارس رفضوا لحديت الان يعني للاسف يعني هاي ترفض دمج الاطفال ذوي الاعاقه. أيوة. بالمدارس. نعم. بس نعم. لا الحمد لله يعني قدرت يعني اوصل واحطها في مدرسه مع اخوانها عادي والحمد لله يعني. هلا خلينا نكون واضحين دكتوره هبه، هنالك بعض الاعاقات صعب دمجها، يعني شو ما صح. قلنا دمج بنكون بنظلم صاحب الاعاقه وبنظلم ايضا المدرسه. صح. في حاله متلازمه داون يعني في حالات يمكن دمجها وفي حالات لا يمكن. طبعا هلا في بكل الحالات ذوي الاعاقه في حالات يمكن دمجها وفي حالات لا يمكن دمجها. بالضبط. هلا احنا بنسعى اللي هو ان ندمج كل الحالات، بس طبعا ضمن المقدر. معقول. هلا اي اعاقه او اي شخص ذوي اعاقه
بكون في عندنا تصنيف للإعاقات، في الإعاقات البسيطة والمتوسطة والشديدة والشديدة جدا حسب التصنيف التربوي. هلا الإعاقات البسيطة هدول بكون أصلا هو بسيطة قابلين للتعلم، اللي هم من ضمنهم اللي كانت ولاء. هلا ولاء كانت من البسيطة البسيطة جدا، يعني ماشي هي عليها هي ملامح المتلازم الداون، هي متلازم الداون بس كانت بسيطة جدا. فعشان هيك أهلها بمثابرة أهلها زي ما أنت حكيتي كان هذا الإشي ودعم الناس المحيطين فيها كان هذا الإشي هيأ. وكتير في ناس ممكن يكون عندهم أطفال متلازم الداون هلا إحنا بالضبط يعني ما هو هاي كمان دور الأهل والمجتمع. في ناس بتخلوا عن تبنيهم لهؤلاء. في ناس هلا إحنا مثلا بس توجهت أم ولاء وأبو ولاء لعنا للمركز كانت هي بتتدرب ميداني فانه تعرفنا عليهم وانبسطنا كثير انه هي بتتدرب ميداني للشامل. ف يعني انا والاستاذ محمد حسين البطايني مشكور لما شاف ولاء كثير انبسط فقال انه ولاء حتى نجحت شامل ولا ما نجحت شامل حتكون معلمه بمركز جمعيه رعايه الطفل المعاق اللي هي مقر جلاله الملك عبد الله الثاني للاعاقات. دكتوره هبه انا حابه اسالها لولاء شو كانت المرحله الدراسيه اللي حسيت انها اصعب شيء؟ هل هو الشامل ولا كانت مثلا المرحله الابتدائيه ولا التوجيهي؟ كمان توجيهي مش قليل ولا يعني انت كنتي اي فرع علمي ادبي؟ احكي لنا هاي التفاصيل. بالتوجيهي كنت مهني كان تخصصي تربيه الطفل بالتوجيهي. حلو. بس حسيت بالتوجيهي سهل كثير عادي بالنسبه للشامل. بالنسبه للشامل اصعب توجيهي اصعب بس حسيت بصعوبة أكثر في حسيتها بصعوبة هي الرياضيات الإحصاء إنه مسائل حسابية. أنتوا كيف بتمتحنوا ولاء مثلك كيف بيتم امتحانه؟ هل في بيكون في شخص معين من وزارة التربية بيكون معاكي ولا بتمتحني لحالك؟ إنه في إعاقات بكتبوا لهم بيقرأوا لهم السؤال، هل أنت كيف تم التعامل معاكي؟ من وزارة التربية والتعليم كان في شخص كان في واحد معاكي موجود ينقلك يعني يعطيك الاسئله وهيك؟ كان يقرأ السؤال ويوضح لي اياه وانا ما يوضح لي السؤال بجاوب. هذا الشيء بالتوجيهي وبالشامل بجوز اشتغلتوا عليه؟ والله صحيح يعني لغايه ما وصلت التوجيهي ما كنت تعرفي؟ لا انا ما كنت اعرف الصحيح انه ممكن نطلب لها قارئ يعني بالزبط. ليوم الحمد لله التقيت في مدرسه قالت لي بتقدري تطلبي لها قارئ يعني من من وحده التقييم يعني والامتحانات. والحمد لله رحنا قدمنا لها الاوراق وشو وافقوا الحمد لله وجابوا لها قارئ والحمد لله. الله يسر ان شاء الله والحمد لله مشت الحال. وبنفس الوقت برضه امتحان الشامل برضه طلبت لها قارئ والحمد لله تم معدلها بالتوجيه يعني كويس كمان 75 كان ما شاء الله. بالشامل الجمل جابت 62 تمام يعني جيد ان شاء الله انه كمان انتم طموحكم بالتجسير كمان يعني يكون عند شهاده جامعيه. دكتوره هبه برايك قد ايه ممكن يكونوا مبدعين مثل ولاء بالوظيفه لاحقا وشو طبيعه الوظائف اللي ممكن يبدعوا فيها؟ انا كنت استضفت خبراء في متلازم الداون تحديدا كثير في ناس حكوا عن المهن اليدويه مبدعين جدا عندهم طولة بال على الإشي بيتعاملوا معه بطريقة ممتازة. بس طموح ولاء إنه تكون تشتغل بمجال التربية هلأ هي ولاء مبدئيا إنه إحنا زي ما قلت لك بجمعية رعاية الطفل المعاق مكرم جلالة الملك عبد الله الثاني للإعاقات يعني قدمنا لها الخطوة الأولى اللي هي الصف اللي هي فاتت قلنا لها أنت نقي أي صف ممكن أنت تدرسي فيه حسب ما أنت شايفة حالك وين بتلاقي. فأنا صراحة كمديرة مركز تفاجأت أنه ولا تركت مثلا صف الشلل الدماغي والصعوبات والتوحد وتركت كل الإعاقات الموجودة والنطق تركت كل هاي وراحت قالت لي انا بدي صف متلازم الداون تمام فبس قالت لي انا بدي صف متلازم الداون قلت لها إليك اللي بدك اياه وفعلا اللي بيشبهوهم هي مبشره وفعلا ابدعت بالصف لدرجه انه احنا الاستاذ محمد حسين البطايني قال لي لازم تكافئيها وهي هلا صارت مدرب دولي مع منظمه الحق باللعب اعطوها دوره وصارت مدرب وحتى هي مع هاي برضه المنظمه تبعت الحق في اللعب الرايت تو بلاي هي كيف نعلم الطفل ذوي الاعاقه اللعب زيه زي الاطفال الثانيين ونمحور الالعاب
انهم كيف يلعبوها. حلو. فهي اجت وشاركت جميل. بالدوره وكانت من الاشخاص كثير مميزين والمتحمسين ومبدعه، وحتى هم اخذوها كقصه نجاح لانه فعلا هي كانت متميزه. ولا شو حابه اكثر، تكملي دراسه بجامعيه ولا تلتحقي بالوظيفه تكوني موظفه او تشتغلي؟ وحابة الاثنين مع بعض، اني ادرس واتوظف كمان. طموح مزدوج. طموح مزدوج. الحمد لله. هي بتحكي حتى انا اذا درست ان شاء الله في الجامعه، ان شاء الله هي تقدر تكمل مثلا بالجامعه ان شاء الله. بتقول انا اذا كملت في الجامعه بدي تخلوا لي صفي. انا بخلي لك صفك مالي بنفس الوقت. ليش لا؟ ما شاء الله عليكي. كيف تعاملتي مع شو النصيحه انت يا ولا اللي بتقدميها اذا بيسمعوك الان مصابين بمبتلى من الداون واهاليهم، شو بتقدمي لهم نصيحه؟ شو بتقولي لهم كلمه ممكن من ولاء كناجحه الان وما شاء الله عليك الكل هلا يعني عم بحكي بقصتك، شو بتقولي لهم؟ بقول لهم انه يعني الاهل انه يفتخروا باولادهم تمام، وانه يتقبلوا هي الحاله وانه ما يتركوا ابنهم لحاله، بالعكس لازم انه واحد يوقف معهم طبعا، او اهالي انه يوقف معهم ويساعدوا حتى يخلصوا من الحالة. وبنصح كمان أن الأهالي إنه يكونوا متفاجئين بابنهم. فخورين فيه. هو فخورين فيه. تمام. إنه يتقبلوا الإعاقة، يعني يتقبلوا الحالة. بالضبط. هم نفسهم كمان مرات أنا بحسهم هم بيتكاسلوا، نفسهم أصحاب المتلازمة. مرات تحس في حدا نشيط زي الطالب الشاطر والطالب أيوة مش شاطر. في ناس متلازمة داون شاطرين، في ناس كسولين مش حابين يبذلوا جهد يعني بشكل عام. انت من ملاحظتك لآخرين يعني شو الجهد اللي بذلت ولاء شخصيا بشكل شخصي ست هنا؟ والله هي تحسيها يعني مجتهدة يعني. هي الحمد لله يعني عندها الحمد لله، هي عندها قدرة على الحفظ، قدرة الحمد لله يا ربي، عندها قدرة يعني رهيبة على الحفظ. وهذا الحمد لله اللي ساعدها، يعني انا كنت اشرح لها الدرس والخص لها اياه واقول لها ماما يلا احفظي، تروح ما شاء الله عنها تحفظ وترجع تقول لي ماما حفظت، سمع الحمد لله كويسه الامور تمام والحمد لله. ويعني ما كانت يعني ممكن انها يمكن تزهق شوي على موعد مسلسل تركي ممكن شوي تقول ماما خلاص زهقت هلا مع الوظيفه فيش وقت يعني وظيفه وجامعه فيش وقت لتركي بس لا الحمد لله يعني تحدت الحمد لله ونجحت والحمد لله الحمد لله. دكتوره هبه دائما يوصفوا داون بانهم اطفال يعني الفرح او محبوبين، الطفلين محبوبين وبيحبوا الناس، هم نفسهم بيحبوا الناس. كيف يعني هاي كيف تعاملكم انتم مع هاي بتوقع اللي بتعامل معاهم كمان بصير عنده تفاؤل بالحياه اكثر، ضلوا انسان مبسوط طول الوقت وبتعامل معاهم طبعًا. يعني بشكل هلا هم دائما دليل يعني نفسيه ست هناء يعني شايفيتها مبسوطه طبعا دائما هي مبسوطه ما شاء الله. هلا الطفل المتلازم الداون هو اصلا يعني بالعلم هو الطفل المحبوب القريب للقلب دائما. ليش؟ لانه بتصرف بعفويته وما يعني زي ما حكيت لك يعني تقريبا احنا كمان تعاملنا الاغلب في المركز اللي هم بسيطه ومتوسطه، فهدول بتصرفوا بعفويتهم وما بتصنعوا شيء، فهم دائما حتى لو اشتغلوا شغله لو كانت خطا كمان هم بتلاقيها بيعمل الشغله خطا بكون مدرك انه خطا بس مش عارف شو الصح، فبكون يضحك يعني انا هذا اللي قدرت عليه. الموضوع بصدر رحب يعني صح. عندهم هيك اريحيه بالتعامل. ايوه صح. طب احنا حكينا عن جهد ماما، السؤال الاخير معلش لولا ماما، اخوانك وبابا كيف كان تعاملهم معاكي؟ كيف تقبلوا فكره النجاح؟ شو احكي لنا اكثر عنها. كانت معامله كثير حلوه او من ماما وبابا، وبشكرهم انه ساعدوني وبشكر اخواتي لانهم كمان ساعدوني. انت عندك كم من اخ واخت؟ ثلاثه بنات؟ اربع بنات واخ واحد. اربع بنات واخ واحد، بسم الله عليكم بسم الله عليكم، ان شاء الله بتفرحي فيهم كلهم. تسلم الله يسعدك. ولا ان شاء الله بتحققي كل طموحاتك، مستضيفك لما تخلصي جامعه ولما تتميزي بالوظيفه. بسم الله. تفضلي. بس بحب احكي يعني واشكر جمعيه الياسمين لمتلازمة الداون. اكيد تحياتنا لهم. اخذت عندهم برضه دوره البورتج ولا تمام اخذت شهاده البورتج من جمعيه الياسمين. كل المؤسسات وكل الافراد اللي بيدعموا كل المتفوقين عندهم طموح احنا بنحييهم. بدي اشكرك دكتوره هبه ست هناء ولا، شكرا حبيباتي، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافيه. وبعد شوي اشغال يدويه مع الكسندرا، خليكم معنا.